بعد ما شفنا بداية تكوين قرية الشجرة العظيمة، وهيراكو قرر زراعة المزيد من المحاصيل عشان في مواطنين جدد انضموا للمكان، والإلف والحيوانات عددهم زاد أساسا، وجرب أكلات جديدة زي الكاري وعجبهم على الآخر. بعد فترة الشتاء دخل وكان الجو تلج، بس هيراكو صنع ألعاب خشبية عشان يتسلوا لحد ما انهزم منهم كلهم. بعد ما خلص الشتاء ظهر تنين ضخم وايفرين ودمر المكان، بس هيراكو قتله بضربة واحدة من سلاحه المقدس واللي طلع من ايده السحرية، وطبخ التنين ده في الاخر شاورما. ما بيرحمش اكل يا صاحبي. المهم طلع الموضوع كبير اصلا، والدول المجاورة قرروا الهجوم على هيراكو عشانه خطر، ولكن هيراكو كل همه كان الاكل والشرب، وعشان كده صنعوا احلى عصير عنب في العالم، والشباب قرروا تعيين هيراكو كعمدة ورئيس للقرية بالكامل. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ولو لسه يا صاحبي ما شفتش الاجزاء اللي فاتت تقدر تشوفها من علامة الاي اللي فوق او اول كومنت تحت. ويلا كده خلينا نطلق في الفيديو، ليتس جو. المهم عشان تنضم لينا والصحاب ما تنساش بقى تشترك وتفعل زر الجرس. ويلا كده خلينا نطلق في حكاية اليوم، حكاية من أجمل رواية، ليتس جو. جنجيتسو وا كروشيمي تو ايتامي تو مناشسا داكي غا هادايوتتي. هيراكو مندهش من اللي وصل ليه، القرية منتعشة بالكامل، الكل شغال، اللي بيزرع واللي بيحصد واللي كمان معاه بيض ولبن، كل حاجة حلوة، الدنيا هادية على الآخر، وهو دلوقتي عمدة القرية. فجأة زبطون بيدق جرس الخطر، وجران ماريا بتوصل المكان بسرعة، بتقول له في مصيبة، الحق بسرعة يا هيراكو. وإيه اللي بيحصل؟ بتقول له في مرسول ملك الشياطين وصل. هيراكو انصدم، يا لهوي، بيروح بسرعة وطلع ده مرسول ملك الشياطين، بيعرفه بنفسه وان اسمه بيزل من ملك الشياطين. هيراكو بيقول له اهلا اهلا، استر يا رب، بيقول له امسك دي، وبيستخدم سحره. الحراس بيحاصروا بسرعه، بس طلعت هديه في الاخر، رو كانت فرحانه على الاخر واخدتها. بيزل بيقول له ملك الشياطين ارسلني ليك عشان الضريبه، والارض دي مش بتاعتك. هيراكو انصدم، صح انا قلت كده، وقلت لرو عن الارض دي وقالت لي انها لملك الشياطين، وشكله هيفشخني لو ما وافقتش على الضريبه. محتار ومش عارف يعمل ايه، ياخد راي رو وتيا، بس بيزل ده هيلاحظ. بيقول له تمام تمام، انا العمده بتاع القريه، واحنا موافقين على الضريبه اكيد طبعا. بيزل انصدم انه وافق، وهيراكو بيكمل هنديكوا 10% كمان من المحاصيل، لا تأكلنا بليز. بيزل اتعصب على الآخر، هيراكو انصدم، يا لهوي النسبة شكلها كانت قليلة، ملك الشياطين هيسلخني دلوقتي. بس بيزل بيقول له أنت متأكد يعني؟ هيراكو مش فاهم حاجة، وفي الآخر بيزل بيقول له طيب تمام. هو إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ بيكتب العقد في الآخر على 10% من المحاصيل كل سنة، وهيراكو أرسل معاه هدية كمان عشان كرم الضيافة. يا سلام عليك يا فخر الطماطم، بس الكل فرحان ومذهول. أنت ذكي يا هيراكو. هيراكو ها؟ ايوه اكيد ذكي طبعا، بس ليه؟ وده عشان النسبة اللي بياخدها ملك الشياطين من اي ارض بتاعته مش اقل من 50 أو 60%. وانت خليته ياخد 10% بس، وكمان من المحاصيل فقط، يعني البيض واللبن مش منهم. ورو بتقوله الهدية دي اسطورية، لان المادة اللي فيها ليها قوة شفائية رهيبة. هيراكو بيقول لنفسه اوف كنا هنضيع. جات معاه بالحظ. بس بيزل اصلا بيرجع للمملكة بتاعته، وبيتناقش مع الوزراء عن اللي حصل. بيقول لهم يا جماعة دي مصيبة. اصحابه بيقولوا له ازاي يعني؟ بيزل بيقول لهم قائدهم شكله قوي ووافى على شروطي بدون اي نقاش، وهيدينا 10% من المحاصيل، رغم انه خلص على تنين مدمر في لحظة. شكله بيخطط لمصيبة وضد ملك الشياطين كمان، ومعاه الساحرة رو وصاحبة الادوية القاتلة، وكمان تيا ملاك الجحيم، وذئاب الغابة الوحشية، وحراس الالف. ده شكله بيجهز جيش مرعب ضدنا. اصحابه مرعوبين على الاخر، يا لهوي هنعمل ايه دلوقتي في الهم ده؟ بيزل بيقول لهم مش عارف، بس في هدية اخدتها منه. لا 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 اياك تفتحها، دي شكلها خطر. وطلع التفاح في الاخر. واحد منهم اكلها، صاحبه يقول له لا لا اكيد كانت مسمومة، بس طلعت زي السكر. المشكلة في الموضوع انهم فاكرين هيراكو قاتل متوحش وبيقود جيش من الالف والوحوش ضد ملك الشياطين، وهيراكو اصلا عيل مخه كله في زراعة الطماطم والبتنجان. همه على بطنه
بطنه، وحتى هو مفكر ان ملك الشياطين اقوى منه وهيعمل له مشكلة كبيرة جدا وشرير وبتاع. سوء تفاهم رهيب ما بينهم. بس بيزل بيلاحظ ان المنديل اللي كان معاه كان قماشي وافتكر انه من صناعة عنكبوت الظلام. اصحابه اترعبوا، لا لا يا لهوي ده دمر مملكة باكملها. مسخرة والله، يعني زبطون دمر مملكة؟ ده اخر حاجة دمرها كان قفص بطاطس. الله المستعان. بس تاني يوم بيوصل تنين ضخم مع بشري للقرية. هيراكو مصدوم، يا لهوي كل يوم بمصيبة. وطلع ده اسمه درايم ملك التنانين في المنطقة الجنوبية، وبما انهم قريبين منه فقرروا يسلموا على هيراكو. بس هيراكو مستغرب، يعني ازاي تنين وبيتكلم وكمان ليش موطي كده؟ التنين درايم اصلا كان خايف من هيراكو لا يقتله بضربة واحدة زي ما عمل مع وايفرين، بس بيعدل نفسه كده وبيتحول لبشري. يا خبر، تنين في جسم بشري! ودرايم ده هو الملك، واللي معاه كان الخادم. بيدخلوا جوه ودرايم شرب عصير عنب لحد ما صار شجرة عنب من كتر الشرب. هيراكو بيحاول يهزر معاهم ويلطف الجو، بس الخادم بيقول له يلا يلا يا مولاي لازم نرجع ومش عارف ايه، احنا اتأخرنا. بيقول له لا لا يا عم العنب ده اسطوري. هيراكو بيقول له ما تخافش هنديك يعني هدية وانت مروح. وفعلا قرر الرحيل واخد معاه كيس شوال ضخم مليان تفاح وعنب. تاني يوم هيراكو بيقول لهم يا جماعة كده مش هينفع، كل يوم ناس جديدة بتيجي وشغل علاقات دبلوماسية مش هينفع، عقلي اخره يزرع طماطم وبتنجان بس. الالف بيقترحوا عليه اقتراح وهو بناء مبنى جديد تماما للعلاقات دي والزوار كمان، وتخصيص ناس معينة عشان تتكلم مع هيراكو بدل ما هو لوحده يعني. وفعلا بدأوا بصناعة البيت وكان ضخم وكله بقوة الالف الاسطورية. وهيراكو قال لهم اشطاط، دلوقتي في مشكلة، اي زائر بيقرب بس من القرية الحراس الملكيين بيفشخوهم. وده مش هينفع يا جماعة، وحتى زبطون لما بيدق الجرس جيش السحالي المتهورين دول بيهجموا على اي كائن، وده غلط على علاقات القرية يا جماعة. فقرر انه لازم يعمل جماعة ترحيبية بالزوار ويحط جرس جديد للزوار فقط. وفعلا عمل كده وكونوا اول مجموعة من المختارين للترحيب بالزوار. تاني يوم بيصل للقرية ناس جديدة وشكلهم غريب بس رجالة اخيرا. هيراكو فرحان طبعا بس شكله نصاب. المهم الواد ده اسمه جرف، بيقول له انهم من قرية في الشمال وعايزين يتبادلوا التجارة ما بينهم وما بين قرية هيراكو. هيراكو بيقول له تمام بص، بس رو بتقول له سيب دي عليا، ها سيب دي عليا، بتقول لهم انتوا لوحدكم صح؟ جرف بيقول لها اه اكيد يعني. رو بتقول له تمام يعني اي حد غيركم هيكون عدو. وقبضوا على الباقي وكانوا مستخبيين في الغابة. جارف بيعتذر ليها بس رو بتقول له احنا هنقبل اعتذارك ونقبل العرض بتاعك بس هتفضلوا تحت الرقابة بتاعتنا. بيدخل البيت وانصدموا، ايه الجمال والضخامة دي، هما بنوا البيت ده بالكامل لوحدهم. بيدخلوا لأوضة الانتظار بس رو وتيا حبسوهم. طب ليه؟ هيراكو مصدوم، عملتوا كده ليه معاهم يا جماعة؟ بيقولوا له يا ابني دول شكلهم خدرين، شكلهم خطر، في حاجة وراهم، وكمان كانوا مخبيين عدد منهم في الغابة، لا لازم نحذر منهم. هيراكو أمر رئيس الخدم عشان تعد ليهم الأكل، بس جهزت ليهم خضرة وفاكهة فقط. هيراكو بيقول لها فين اللحمة؟ بتقول له لحمة؟ أنت عبيط، دول شكلهم مش مطمني أساسا وممكن يكونوا أعداء. بيقول لها تمام تمام بس يعني مش ممكن نديهم شوية عصير عنب؟ بتعصب عليه، عصير ايه يا ابني مش بقولك دول ممكن يبقوا اعداء. هيراكو بيقول له خلاص تمام تمام ما تاكلينيش بس في الاخر اكلوا كل حاجه وشربوا عصير كمان. هيراكو اصر على كده ورئيس الخدم شويه وهتفعصه، بس اساسا جرف والشباب كانوا مجرد تجار وكانوا عايزين بس يتبادلوا معهم التجاره، لان قريتهم في الشمال عباره عن قرى صغيره وبيتم التبادل التجاري ما بينهم وعشان يعيشوا كده يعني. وبيقولوا له احنا ما فيش عندنا اي فلوس يعني عشان نشتري الخضره والفاكهه من عندك. هيراكو بيقول له نفسه عمله وفلوس ايه بس دي لو صرعناها هتبقى مأساة. بس جارف بيقول له بص انا عندي معادن صحون اطباق معالق كل حاجة نفسك فيها. هيراكو فرح على الاخر، اكيد انا عايز كل ده. وبيتفقوا على التبادل ما بينهم، ودرايم كان هيساعدهم في التنقل وتبادل المعادن والاكل كمان. وطبعا العجوز ده جرفهم كل يوم، كل يوم بيجي من قصره عشان يشرب عصير عنب. لحد ما هيراكو قال له كفاية جد وتعبتنا يا اخي لازم تفيدنا برضه، فوافع على عملية التنقل دي مقابل برميل من عصير العنب. يا لهوي يا جدعان. المهم طاروا للقرية والشباب انصدموا لما شافوا التنين، تنين ضخم قدامهم
بس تيا والسحالب يطمنوهم لحد ما أخذوا كل حاجة في الآخر ورجعوا لقرية هيراكو. إدرايم كان زعلان يحمدوا اللي أخذوا مني كل حاجة حتى برميل العصير بتاعي. هيراكو بقول له لا 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 تقلق يا جدو هنديك عصير، ففرح على الآخر. بس تيا بتقول له بص يا هيراكو في ناس من القرية عايزين يجوا هنا لقريتنا. هيراكو بقول لها تمام، بس بتقول له هم عبارة عن 20 شخص وكلهم بنات. هيراكو انصدم، لا 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 كفاية كده انا لوحدي هنا الرجالة هتنقرض. نصاب والله نص. بس تيا بتقول له خلاص هنجيب 3 شباب. فعلا تاني يوم بيجوا وسينا كانت واحدة منهم. هيراكو بيقول لهم مدام جيتوا هنا هتشتغلوا، مفيش لعب ولا اي كلام فاضي. بتقول له اكيد اكيد طبعا، بس ثواني هو فين الشباب اللي قلتوا عليهم؟ وطلعوا 3 اطفال. يا لهوي. هيراكو انصدم، كده احنا انقرضنا رسمي خلاص. سينا واصحابها بدأوا في الانطلاق داخل القرية وليهم كمان اوض خاصة بيهم، بس العيال دي اتدلعت على الاخر. الخادمة بتقول لهيراكو دول يا عمي صعبين، اطفال مش نافعين خالص، بس احسن حاجة ان زبطول والكلاب بيخوفوهم. هيراكو بقول لها بالراحة على العيال، واصلا سينا بتقدر تستخدم السحر بتاعها بسهولة. هيراكو بقول لها اوبا حتى انت بتستخدم السحر، وللأسف كان كل في القرية بكده، الخادمات بيستخدموا السحر والسحالي بيستخدموا السحر وزبطول والكلاب وحتى النحل بيستخدموا السحر وكمان بيطلعوا نار سحرية. هيراكو مصدوم، يعني انا الوحيد اللي خربان، سحري اخره الطماطم بس. بس فجأة السلايم اللي بيعيش على القزورات بيطلع سحر كمان. هيراكو بيقول لهم لا لا يا جماعة كده كتير، كده كتير اوفر. ولكن فجأة المكان اتهز بالكامل. يا خبر هو ده زلزال ولا ايه؟ جراند ماريا بتيجي لهيراكو بسرعة بتقول له في مصيبة، دب وتعبان ضخم بيتصارعوا في الغابة. ها؟ دب وتعبان ازاي يعني؟ ده كأنه هز أرضية. بتقول له دي مصيبة ولازم نتدخل حالا وإلا ممكن يهجم علينا. بقول لها ينفع ناكلهم؟ يا لهوي يا اسطى انت اي حاجه بتفكر فيها الاكل. بس بيقرر في الاخر انه يستكشف الموضوع وبيطير مع ماريا في الهواء وماسك سلاحه المقدس. وفعلا كانت كوبرا سامه تصارع مع دب ضخم. هيراكو بيقول لها نزليني بس بالراحه، وبضربه واحده قتل التعبان والدب كمان. يا خبر الكل مصدوم، قوه هيراكو دي بتخلص على اي حاجه بضربه واحده، شكلها قوه بتتفعل لما يكون جعان يعني. بتنمروا عليه تنمر واضح. بيسالوها هتعمل ايه بالدب، يعني هتطبخه ايه وهتعمل ايه كمان بالتعبان؟ بيقولهم عندي فكرة نار، بيحمل لحمة الدب مع عصير العنب. الكل انصدم، العصير يا اسطى؟ حطيت عصير على اللحمة؟ بيقولهم اهدوا يا جماعة ده طعمها رهيب، وفعلا كانت أحلى من اللحمة العادية، وحتى التعبان سلخوا وعملوا بنيه. يا لهوي يعني ده لو غلطت معاه ممكن يسلخك ويعملك كفتة، الله يستر. بس ببص كده على الأكل وبحس إن في حاجة ناقصة. بيروح لفلورا وبيقولها بقولك إيه يا ملكة العلم، عندك أي حاجة تقتل الكائنات الدقيقة؟ بتقول له قصدك إيه يعني زي البكتيريا والفيروسات الفسفس؟ بيقولها اه ايوه. فلورا بتقوله ما تخافش امسك دي، وقطرة واحدة منها بس هتفجر ام الكائنات دي. بيقولها لا لا اهدي بس انا عايزة عشان الاكل. بتقوله طيب طيب خد دي، وذات واحدة تانية اضعف ولكن هتنفع يعني. بيقولها اخبار ابحاثك ايه صح؟ بتقوله للأسف كل يوم بجرب حالة جديدة بس كل مرة بتنتهي بانفجار المعمل وبيخرب الكوخ بتاعي بالكامل. هيراكو مصدوم، استمر استمر يا اختي في الله. بتقول له فعلا يعني عادي افجر الكوخ؟ لا 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 بالراحه بس بالراحه. وبيقرر صناعه المايونيز. مايونيز ديم يا اسطى ده انت دماغك عاليه والله. بيجمع البيض من الفراخ وبيجمعوا البيض في طبق واحد وبيحط عليه ملح وزيت بالتدريج مع السائل بتاع فلورا السحري، واخيرا صنع المايونيز. فلورا خلصت نصه حاف بس مش مهم يعني. وبيصنعه بالمره حاجه ثانيه مملحه كده من غلي فول الصويا وطحنه بقوه رهيبه، واخيرا تكويره على هيئه كرات ومعاه ملح كمان، وخزنوه في الاخر في صناديق في القبو ويستخدمه كمان شهر. يا خبر هو ايه ده؟ روب تقتحم المكان بسرعة بتقول لهم في ضيوف جدد وصلوا للمكان، ودول كانوا الأقزام مع زعيمهم دونوفان. هيراكو بيرحب بيهم وكانوا عايزين ينضموا للقرية وياخذوا عصير العنب. هيراكو بيوافق على طول بس البنات بيعترضوا، لا لا طبعا مفيش أي حاجة ببلاش. دونوفان بيقول لهم ما تخافوش ما تخافوش، احنا معانا الآلات دي، احنا هنبدله بالآلات. ها كلهم انصدموا، آلات؟ ايوه
ودي اصلا واحدة من افضل الوسائل في صناعة العصير، واحنا شفنا المحاصيل بتاعتكم وعندنا خبرة في الصناعة. هيراكو وافق بسرعة، مدام في اكل وشرب انا معاكم. وصنعوا الات اللي قدروا بيها يصنعوا عصير الذرة، وطلع طعمه نار. يا خبر، ذرة ورز وعملوا عصير، يا لهو يا جماعة. وعملوا حفلة ترحيبية ضخمة بالليل، الكل فرحان، اللي شغال شرب عصير واللي بياكل. هيراكو بيقول له، بقول لك ايه، انت خبرة في العصير وبتاع؟ بيقول له اكيد طبعا. هيراكو بيقول له، طب بص، انت ايه رايك في البنات دي؟ عايز تتجوز واحده منهم ولا لا؟ بيقول له، لا اصمت ايها الغلام، دول فسفس عيال صغار، انا فتاه احلامي لازم تكون بلحيه وشارب. دام يا اسطى، انت عايز تتجوز اخوك ولا ايه؟ حاله غريبه والله. تاني يوم هيراكو كان بيزرع كالعاده، بس حصلت مصيبه، تنين ضخم هاجم على المكان. ادراين بتدخل بسرعه، هيراكو قرر المساعده ولازم اتدخل بسرعه، وبيجهز سلاحه المقدس اللي قتل بيه وايفرين، وهيهجم بس بيلاحظ ان التنانين دي مش بتعمل اي حركه. فجاه في تنين ثالث هاجم على المكان بسرعه مهوله. هيراكو فقد صوابه ورمى الرمح بتاعه بسرعه جنونيه، التنين تفادى الرميه. يا خبر، دول اقوياء بشكل لا يصدق، مش هينفع، لازم استخدم ضربه ثانيه. بس الخادم بيتدخل بسرعه بيقول له، لا لا اهدى اهدى بس اهدى. ها، هو في ايه؟ وطلع ان التنانين دي هي مرات الحاكم درايم وبنته الصغيرة لاستي. الخادم بيعرفهم ببعض، واللي حصل ده كان بسبب درايم الخلبوس. العجوز ده كان بيتسلل كل يوم من المملكة بتاعته، وبيروح لهيراكو عشان يشرب عصير عنب، فمراته هتطق من الغضب هي وبنته، عشان كانوا فاكرين انه خاين وبيخونها مع بنات تانيين، بس في الحقيقة كان في عشق العنب وبس. وكمان كان بيضيع الثروات بتاعت المملكة كهدايا لهيراكو، بيعتذر ليها على اللي حصل، بس بتتعصب على الاخر، بتقوله لو كررتها تاني هشويك حي. يا ساتر، حرمة سعرانة والله. هيراكو بيعتذر ليهم عشان هدمهم، بس درايم بيقوله احنا اللي غلطانين، واعتذروا لهيراكو. بيقول لهم تمام حصل خير، انا ورايا شغل وبتاع ولازم امشي. وفعلا هيراكو بيمشي، بس درايم بيقول لهم ما تخافوش، دي خطتنا عشان نعمل علاقات قوية مع القرية دي. القرية دي فيها كنوز كتير، وبالذات عصير العنب. تاني خلاص. بس مراته بتقول لبنتها لاستي، عندك مهمة جديدة، هتنضم للقرية دي. ها؟ أيوة، وهتكوني جاسوسة لينا، ولو حاولت تخونينا احنا التنانين هقطع ديلك. ها؟ بتقولها طيب خلاص ما تاكلونيش. بس لاستي بتنضم لهيراكو والقرية كمان، بس المشكلة انها قوية زيادة عن اللزوم، بتكسر الأطباق وبتفشخ الطماطم، الكل خايف منها، تنين عايش ما بينهم. صح ان درايم كان كل يوم عندهم، بس تحسه عبيط شوية أصلا. مش تنين يعني. تاني يوم بيجي بيزل لهيراكو، بس انصدم بيلاقي لاستي هي المسؤول عن الزوار. ازاي؟ مش دي تنين؟ ايش بتسوي هنا؟ بتقوله عايز ايه؟ مرعوب طبعا، انا كنت عايز نسبة المحاصيل بتاعتي 10%، ويا ريت برتقال لو موجود. بتقوله لا خلص البرتقال، في فراولة هتاخد ولا ايه؟ بيقوله ايوه اي حاجة خلاص. وبياخدها وبيهرب بسرعة للمملكة بتاعته. بيقول لهم يا جماعة، دول جابوا تنانين كمان، احنا في خطر، لازم نتصرف بسرعة. واحد منهم بيقترح انهم لازم يرسلوا جاسوس للقرية، وفعلا بيزل بيقتنع بالخطة وبيقرر ارسال بنته فلارا للقرية بتاعت هيراكو عشان تحلل القدرات العسكرية هناك. وبتروح فعلا وبتستخدم سحرها، وبتلاقي ان القرية دي مجرد قرية عادية. بتقابل لاستي وبترحب بيها وبتعرفها على كل حاجة، بس فجأة جراند ماريا بتيجي ليها وبتقولها في زوار مهمين لازم تيجي بسرعة. لاست بتعتذر لفلارا وبتقول لها انها لازم تروح، وفعلا بتروح. فلارا بتستغل الفرصه، بتقول ايوه هي دي فرصتي عشان احلل قوتهم العسكريه، وانطلقت في المكان. يا خبر، دول عندهم كل حاجه، جيش من السحالي والاقزام وحتى الجنيات السحريه، وبالاضافه لقوه التنانين، دي مصيبه. بس انصدمت اكتر لما شافت جيش من العناكب والذئاب الوحشيه. يا خبر، لازم اتصرف بسرعه، انا كده عرفت كل الجنود الموجودين هنا واعدادهم كمان، فاضل بس اقابل العمدة. هيراكو بيعدي بالصدفة، ها انت بتعملي ايه هنا؟ فلارا استغربت، بشري؟ ليه في بشري هنا؟ بتقول له ابتعد عني ايها البشر القذر ومش عارف ايه، ومشت بسرعة. تاني يوم بتكتشف ان البشري ده كان العمدة. يا لهوي، وبتتوتر خالص لما تشوف هيراكو في اي مكان. صاحبي بتلعب ببجي موبايل او فري فاير، جبت لك هدية رهيبة اليوم، شداد ببلاش. ايوه زي ما سمعت، من خلال التطبيق الاسطوري ده. ببساطة هو تطبيق بيدي لك شوية اسئلة كده بتجاوب عليهم، بعد كده بتاخد نقاط بتبدلها بشداد. ببساطة دي فكرة التطبيق، كل اللي عليك تعمله هتحمل التطبيق من اللينك الموجود تحت الفيديو، بعد ما تحمله يا صاحبي
صاحبي يطلب منك كود الإحالة أو الدعوة، عايز تكتبه براحتك، مش عايز ممكن تعمل تخطي، بس الفكرة لو كتبت تاخد 20 نقطة ببلاش، فليه لا يعني. المهم بعد ما تدخل على التطبيق هيسألك 5 أسئلة تجاوب عليهم، جاوبت عليهم صح خلاص كده انت خدت النقاط الرسمية من التطبيق. وطبعا في أسئلة تانية بتتكرر كل شوية ماشي لحد ما تاخد نقاط كتير، حلو. بس بعد كل 5 أسئلة بيجي لك إعلان، فاعمل تخطي بقى للإعلان، ولو حصلت ليك مشكلة في النقطة دي ممكن تشغل في VPN، يعني لو ما ظهرش ليك إعلان أو حصلت مشكلة يعني ممكن تشغل في VPN والدنيا تبقى معاك زي الفل. بعد ما تاخد النقاط ببساطة تدخل على الجوائز أو الاستبدال يعني أو الحصول على الجائزة، وألف مبروك عليك، تقدر تبدل النقاط بتاعتك بشدات لببجي موبايل أو حتى شدات لفري فاير، وفي جوائز تانية كتير يعني للناس اللي هتشارك من التطبيق ده. المهم هتلاقي لينك التطبيق ده موجود في أول كومنت، وبس استمتع. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ وإيه قصة فلارا دي؟ وهل فعلا هتفضل جاسوسة ولا هتنضم لهيراكو والقرية الكبيرة دي؟ كل ده يا صاحبي هنشوفه في الجزء الجاي من انمي المزارع الأسطوري ده. قولوا لي هل هنكمل ولا مش عايزين؟ وبس اشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية. Peace out man.